وسائل التواصل كشفت أناساً على حقائقهم، بل كشفت المستور، بل عرت أشخاصاً من اللباس الذي يستترون به. كيف؟ كشفت عمن لا يحب التوحيد، سواء كان عدم حبه مباشرة أو غير مباشرة، بقصد أو بغير قصد. أما من هو مباشرة وبقصد فهؤلاء هم الرافضة والصوفية وأشباههم، أما من يتلبس فهذا هو الأمر الخطير جدا على الأمة. نعم، يعني فيما مضى تذم هذه الدولة، لنكن صرحاء، تذم هذه الدولة. سبحان الله، هذا إضعاف للتوحيد. ما الذي يحيط بنا الآن من كل جانب؟ الرافضة. من الذي يرفع لواء السنة ولواء التوحيد؟ وإن كان هناك بعض ما يكون مما يراه بعض الناس، هذه الدولة، لنكن صرحاء، لا لأني منها، لا، لكن هذا هو الحق. بل إن هناك أناس نعرفهم من أهل الخير ليسوا من هذه الدولة، ومع ذلك يحبون هذه الدولة لما فيها من التوحيد ولما فيها من الخير، ومع ذلك بعض الناس عنده حساسية من هذه الدولة مما يقع فيها، مع أنه ذهب إلى بعض البلدان. وأنا لا أبرر ما يفعل في بعض البلدان حتى يفعل عندنا، لا، لكن لو فعل شيء واحد مما يفعل في تلك البلدان يمكن لنسبوا إلينا الكفر، لكن عندنا حساسية لهذه الدولة. سبحان الله، يعني إذا ذهب إلى هناك كأن الأمر لا شيء، بل يثنى على تلك الدول. وإذا سبحان الله حصل لو شيء يسير، ولا يعني أن يسكت على المنكر، لا، ينكر المنكر ولكن بالأسلوب الشرعي. ألا يكفينا فعل أسامة رضي الله عنه؟ يعني لا يتم إنكار عند بعض من الناس إلا أن يجيش الناس وتوضع هاشتاقات في الإنكار على مسؤول أو الإنكار على الدولة، أو تجمع الجموع وأدوات تصوير وكاميرات، أو مثلاً تصوير بالجوالات. يعني لا يتم إنكار من هؤلاء إلا إذا كان بهذه الطريقة. هذه ليست طريقة السلف. في البخاري قالوا لأسامة: ألا تكلم فلاناً، يعني عثمان، كان يعطي أقرباءه من ماله رضي الله عنه، فنقم عليه، يظنون أنه يعطيهم من بيت مال المسلمين، وكان يعطيهم رضي الله عنه من ماله، وكان يجتهد في ذلك لكن من ماله. فالشاهد من هذا: قالوا ألا تكلم فلاناً، قال: ألا ترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح باباً أكون أول من أفتحه. ولدك سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لما تحدث عن هذا قديماً في عام 1410: أتظنون أن العلماء لا ينكرون إلا إذا قالوا لكم يا ناس يا عالم نحن أنكرنا؟ هذا ليس من هدي السلف. الدعوة في السر ولو كان لوزير ولو كان لمسؤول ولو كان لوالي إنما هي منهج السلف. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله عانى من الجهمية، وكان بمساندة الولاة في ذلك العصر، وكان الولاة في ذلك العصر يلزمون الناس بأن يقولوا بمعتقد الجهمية من أن الله ليس له أسماء ولا صفات وأن القرآن مخلوق، وكانوا يعذبون من لا يقول ذلك، بل يكفرونه، بل يمنعون عنه الرزق والوظائف والخير، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ومع ذلك ترحم الإمام أحمد على هؤلاء الولاة. لما؟ لأنه يعرف أنهم قد تأولوا وأخطأوا في تأويلهم وفي اجتهادهم. لم يأمر الإمام أحمد باعتصامات أو بمظاهرات أو بتأليب، لا، شيخ الإسلام رحمه الله عانى من الولاة، اسمعوا إلى كلامه، كلام في كثير من كتبه. فليس هذا من هدي السلف حقيقة. من لك ولاية عليه كولدك، لنكن واقعيين، جاهر بالإنكار عليه أمام أمه وأخواته وإخوته، أيقبل منك مع أن لك ولاية عليه؟ فما ظنكم بمن هو بعيد؟ فما ظنكم بمن هو يمكن أن يكون مسؤولاً عنك؟ فأصبح بعض الناس مثل الأعور، نسأل الله السلامة والعافية. فحافظوا على دينكم، حافظوا على توحيدكم، لا ترخي بسمعك لما يقال. ما الذي أفلحت هذه الوسائل في تويتر وفي غيرها؟ ما أفلحت ولا قدم شيء للأمة. كل من أراد نعمل هاشتاغ ضد ذلك الوزير لنكون صرحاء، أو ضد ذلك المسؤول، ثم ماذا؟ وكما أسلفت لكم، الإنسان لما ينكر على ابنه بين من؟ بين إخوته، بين أمه، ومع ذلك لا يقبل منه. ليس هذا منهج السلف حقيقةً.